صباح الخير. ايه مسؤولياتي تجاه فريق العمل في مهذبون؟ بص، مش كل مرة بيتقال لك قرار او بيتعرض عليك مهمة بتبقى من احب الاعمال الى قلبك، لكن لو ارتضيت الانتماء لهذه المؤسسة وتحت هذا القائد فعليك ان انت زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت عليك الاتباع. يعني ايه؟ يعني والله لا، انت القيم المؤسسه دي قيم انت يعني متفق عليها، اهدافها انت موافق عليها، القائد انت موافق عليه من الاول، وقلت اوكي فاين، انا هشتغل في الشركه دي تحت السوبرفايزر ده. ما ينفعش بعد ما اشتغل تحت السوبرفايزر ده ابتدي اقول ايه، لا بس اصل هو مطلق مراته، لا والله اصل هو الراجل بص يعني بيستغل الموظفين. لو مش عاجبك الوضع ده حاول تتكلم معاه، لو اتكلمت معاه ما اتغيرش بتحاول ايه تترك هذه المؤسسة، بتقول خلاص يا اما انا هغيره يا اما هغير الوضع يا اما هغير نفسي. فدي الخيارات المتاحة اليك دايما، وهتفضل دايما متاحة اليك الخيارات دي طول عمرك. لو مش عاجبك وضع هتحاول تغيره، لو ما عرفش تغيره ممكن تكويت او تنسحب، والخيارات كتيرة موجودة في بلاد الله. فده الواجبات اللي انت عليك اتباعها مع مهذبون. طيب، كان في سؤال جميل جدا بيقول لك ايه اصعب القرارات اللي بياخدها القائد او الخيارات اللي بياخدها القائد. انا في رايي الشخصي، موضوع طبعا مطروح للنقاش، بس في رايي الشخصي هي الخيارات الاخلاقيه اللي فيها انحياز لقيم او اخلاق. بمعنى تخيل انت مثلا في معركه او في حرب، وبعدين معكش انفستيجيشن تيم او ما الى ذلك، وبعدين قبضت على ناس كتيره جدا وما انتش عارف مين فيهم مذنب مين فيهم بريء وكذا، ومعكش انفستيجيشن تيم، هتتصرف ازاي في اللقطه دي؟ انحيازك ليه؟ لقيمه عدل ولا قيمه ان انا لا لازم اي هاف تو وين والانتصار؟ دي اللحظات اللي لازم يكون فيها انحياز، انحياز لقيمه معينه. تعال اديك مثال تاني. لو انت بتشتغل في شركه، والموقف ده انا نفسي تعرضت له كتير، يعني لو انت بتشتغل في شركه وعندك مدير، والمدير ده very well connected يعني واصل لمديرينك كمان، اوكي، وتحتيه مدير تاني او موظف تاني وحرامي بيسرق، والمدير اللي هو connected ده اللي هو ريبورت ليج مباشره عارف وسايبه، تتصرف ازاي؟ هتاخد اكشن او هترفد المدير الكونكتد، ولا هتجيب المدير الكونكتد ده في مكتبك وتعملوا انتوا الاتنين من بينها، تقول له انا اكتشفت عندك حاجه فظيعه، نعم يا باشا الموظف اللي تحتك ده حرامي، يا ربي حرامي بجد، اه وانت عارف انه عارف، لا 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 هنخرطه الوز وهترفده، هتتصرف ازاي؟ انحيازك هنا لقيمه اخلاقيه، ولا انحيازك هنا هيكون showing off power، وان انا اظهر قدام الناس ان انا فعلا لو في واحد ضعيف انا برفده؟ اللقطة دي لقطة مهمة جدا لأي قائد. انت في اللحظات اللي فيها انحياز، سيبك من موضوع العوام اليوم العادي اللي بيعدي عليك، لكن لو عندك قرار هتاخده، القرار ده هيأثر عليك، بتنحاز فيه لأنه قيمة مسكك رادار، والرادار مش عارف ب 200 جنيه 300 جنيه، وانت عارف ان ممكن 20 جنيه يخلصوا الموضوع، انحيازك لايه في القرار ده؟ انت عندك امثله كتيره جدا في موضوع انحياز القرار، انحياز القائد للقرار هيتصرف فيه ازاي. طيب عندي خاطره تانية في الموضوع ده، عايز اقول في غزوه بدر، تمام، لما جه احد الشباب يعني قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا هو الوحي ام الراي والمشوره؟ ام قال له ايه؟ لا بالراي والمشوره. فقال له اوكي تعال نطلع بره عشان نبقى حوالين البير. طيب انا عايزك تتخيل بقى النبي عليه الصلاه والسلام ما سمعش كلامه، فاين، هو قائد هو صاحب القرار فما سمعش كلامه، طيب التصرف هيبقى عامل ازاي؟ ها فكر فيها بقى، الولد ده واصحابه هيتصرفوا ازاي؟ ما احنا قلنا لهم والله لو كانوا سمعوا كلامنا
ولا هم قاعدين مثلا بيحاربوا، كان يقول لهم شو ما سمعش اهو محمد مات اهو اهو ما سمعش كلامنا، ما بيدوناش فرصة. لا، هو القرار في الاول والاخير للقائد، انك تشور عليه بادب، ده هو ده الكونسلتنس حواليه. لكن في الاخر ما تنساش ان القرار مش قرارك، القرار قرار القائد، سواء قام بيه اخده او ما اخدش بيه. بنعمل حاجه اسمها مانجمنت سبورت او ليدرشيب سبورت، وده ممكن يبقى ميعاد الحلقه اللي وراها. بس دلوقتي فكر كده، دورك انك ترفع ايدك تستاند اب اند توك، بس مش دورك ان انت تري انفورس رايك على الاخرين. والكلام ده هيثم وياسر ممكن يدوا فيه محاضرات احسن مني، لان هم فعلا بيعملوا هذا الكلام، يقولوا وجهه النظر، لكن مش شرط ان هم وجهه نظرهم اللي تمشي. ف ده كان احد الاسئله، ونراكم في الحلقه القادمه. السلام عليكم.